بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير، طلاب ومدرسين وأولياء أمور، وإن شاء الله تكون سنة جديدة سعيدة عليكم وتحققوا كل اللي تتمنوه. الفيديو ده هيكون أول فيديو لنا السنة دي إن شاء الله في شرح مادة ICT Grade 4. الاي سي تي مادة مهمة، مادة أساسية تضاف للمجموع زي الماث والساينس وبقية المواد. الاي سي تي اهميته مش بس عشان الدرجات وعشان الامتحان، ولكن دي ماده اساسيه مرتبطه بالمستقبل. في تطور كبير في التكنولوجي كل يوم وكل لحظه بيكون فيه جديد، فمهم جدا ان احنا نفهم التكنولوجي كويس، البيزكس والاساسيات تكون موجوده عندنا، لان ده هيفرق معانا كتير جدا في المستقبل. مهما كان التخصص بتاعنا مهندس، دكتور، محاسب، فبشكل او باخر التكنولوجي هتكون داخله في اي عمل في المستقبل، وهي بالفعل دلوقتي التكنولوجي داخله في كل حاجه في المستقبل. خلونا نبدا النهارده مع بعض اول فيديو في شرح ماده الاي سي تي. عندنا منهج الترم بيتكون من 16 درس على محورين، تو ثيمز، كل ثيم بيكون 8 دروس. فأول درس عندنا دايما بيكلمنا عن شخصية من الشخصيات، وإزاي استخدمت التكنولوجي في حياتها وفي شغلها، وإزاي إن استخدامها للتكنولوجي سهل عليها حاجات كتيرة جدا وفرق معاها. ده كله عشان يعرفنا أهمية التكنولوجي في حياتنا. يلا بينا نبدأ درسنا؟ يلا بينا. أول درس عندنا دايماً بعنوان Explorer in Action، وشخصية النهاردة عندنا عالم اسمه ألبرت لين. ألبرت لين ده بيشتغل إيه بقى؟ ألبرت لين is an archaeologist. Archaeologist دي يعني عالم آثار، الناس اللي هم بيبحثوا على الآثار وبيستكشفوا أماكن الآثار، فده اسمه Archaeologist. بيقول لي هنا بقى ان ألبرت لين ده كان بيستخدم different tools، ادوات مختلفة، عشان يقدر ان هو يستكشف الاركيولوجيكال سايتس او المواقع الاثرية دي without digging او بدون حفر. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى ايه اهمية التولز او الادوات اللي كان بيستخدمها ألبرت لين في شغله. في بعض الأماكن ما يقدرش يحفر فيها، كانت تدج، فبالتالي التولز دي بتساعده إن هو يستكشف من غير ما يحفر ولا يتعب نفسه. طيب إيه كمان بقى؟ التولز دي كانت بتوفر عليه حاجات كتيرة جدا، كانت بتسيف تايم، بتوفر الوقت، وبتسيف ماني، بتوفر الفلوس والتكلفة، وكمان سيف ايفورت، بتوفر المجهود الكبير اللي كان بيتم في عملية الحفر. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الاركيولوجيكال تولز او الادوات اللي بيستخدمها علماء الاثار. خلينا نعرف كده ونتفق ان شغلهم بيتم على مرحلتين. المرحلة الاولى ان هم بيعملوا سيرفي وبيستكشفوا المكان اللي هم عايزين يحفروا فيه. بعد كده المرحلة التانية بيستخدموا تولز تانية عشان يقدروا يحددوا إذا كان فعلا في آثار موجودة تحت الأرض ولا لا. عندنا نوعين اتنين، تولز بيستخدموها above the ground فوق الأرض، بيستخدموها لما ييجوا يشتغلوا فوق الأرض. طب إيه هي التولز دي؟ الساتلايت والدرونز والجي بي اس، ودول هنعرف استخدامهم ووظيفتهم كمان شوية. وكمان في تولز تانية بيستخدموها اندر ذا جراوند تحت الارض، زي حاجة اسمها ماجنيتوميتر، وعندنا كمان تول تانية اسمها جي بي ار او جراوند بنتريتنج رادار. فتعالوا بقى نشوف ذا فيرست ستيج، المرحلة الاولى دي اللي هي بتكون above the ground وفيها
مجموعة من التولز، تعالوا نشوفهم مع بعض كده. أول تول عندنا اللي هي الساتلايت، يستخدموه في إيه؟ قال لك إن هو يوزد تو تيك فوتوغرافس، بيستخدم إن هو ياخد صور للأرض ولكن فروم أباف، يعني من فوق من بعيد شوية. خلاص بالماركر كده ونعلم معايا واحنا شغالين في الكتاب. طيب الدرونز، الدرونز نفس الفانكشن، نفس الوظيفة اللي بيعملها الساتلايت هي اللي بتعملها الدرونز، تو تيك فوتوغرافس برضو اوف ذا ايرث فروم اباف. يعني الاثنين الساتلايت والدرون الاثنين بيعملوا نفس الفانكشن. طيب ايه الفرق بينهم بقى؟ الساتلايت ده بيكون من بعيد قوي على ارتفاع كبير جدا عن سطح الارض، عشان كده احنا مش بنشوفه، انما الدرونز لا، الدرونز وهي بتصور ممكن نكون شايفينها لان هي بتبقى قريبة مننا مش بعيدة قوي زي الساتلايت. عندنا التول التالتة معانا اللي هي الجلوبال بوزيشننج سيستم او الجي بي اس. الجي بي اس عندنا فيه معلومتين اتنين لازم نعرفهم. الفانكشن بتاعته ان هو اول حاجه يوز تو فايند لوكيشن، يستخدم لتحديد الاماكن. طيب بيحدد الاماكن ازاي؟ عن طريق ان هو كونكتد بالساتلايت، يعني متصل بالايه؟ متصل بالساتلايت. خلاص كده يا حبايبي، تعالوا نشوف بقى ايه هي التولز اللي بيستخدمها الاركيولوجيست اندر ذا جراوند. ذا سكند ستيج عندنا أول تول بيستخدمها الأركيولوجيست اسمها ماجنيتوميتر. طيب إيه هو الماجنيتوميتر ده؟ قال لك ليه وظيفتين اتنين. أول حاجة it measure the magnetic field، يعني الماجنيتوميتر ده من اسمه بيقيس الماجنيتيك فيلد أو المجال المغناطيسي. الحاجة التانية أو الوظيفة التانية it can find metal under the ground. خلي بالنا بقى من بعض التركات، ممكن بدل ما يقول لك metal يجي يقول لك minerals. minerals برضو يعني معادن بمعنى نفس معنى ايه metal. يبقى التول اللي بتستخدم to find minerals under the ground برضو ده اللي هو الماجنيتوميتر. طيب احيانا يجي يقول لك ايه؟ ايه هي التول اللي يوز تو فايند كوينز اندر ذا جراوند؟ كوينز دي اللي هي العمله المعدنيه زي الجنيه المعدن كده، ده اسمه كوين. فبرضو الكوين بما ان هو ميتال فهيبقى مين اللي بيقدر يكتشفه؟ اللي هو الماجنيتوميتر. نكتب الكلمات دي كويس في الكتاب معانا ونعرفها كويس عشان بيجي عليها اسئله كتير بأشكال مختلفة. التول التانية عندنا اسمها Ground Penetrating Radar أو جي بي آر. الجي بي آر ده معناه الرادار المخترق للأرض. يعني إيه؟ هو بالظبط زي الرادار بتاع العربية اللي هو بيحدد أو بيكشف سرعة العربية، بيشتغل عن طريق موجات بيبعتها للعربيات فمن خلالها بيعرف سرعة العربية كام. الجي بي آر ده برضه بيشتغل بنفس الطريقة بس بيبعت ويفز أو موجات تحت الأرض، والويفز دي بتقدر تكتشف إذا كان في أجسام مدفونة تحت الأرض ولا لأ. يبقى إيه هي بقى وظيفة الجراوند بنتريتنج رادار؟ قال لك it can discover object buried under ground، يعني يقدر يكتشف الأجسام المدفونة تحت الأرض.